يا يوسف الشهادي لعدد من الأحياء الشعبية بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، تشكى عدد من المواطنين من عدم توفر ماء الشرب والنور الكهربائي، إضافة إلى عدم الربط بشبكة التطهير وغياب المواصلات العمومية. مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر رمضان المبارك، تزداد معاناة بعض من أهالي الأحياء الشعبية بمعتمدية سيدي حسين لفقدان الماء الصالح للشرب والنور الكهربائي. فأحياء على غرار حي بن منصور والجيارة العليا وحي البنزرتي يترقب سكانها مشاريع التهيئة الحضارية وتوفر أبسط مستلزمات الحياة. والفقر والميزيريا وما همش متلفتين لنا جبل، علاش يعملوا فيه لحالكم؟ كي همش ما همش بعدين لنا الماء، علاش يعملوا فيه؟ يعطونا الماء، يعطونا الضوء، يهيئونا الناس. زبلوا خروبهم مخلصين. الأوراق نتاعنا في القباضة خالصة، أمورها واضحة. أعطونا الماء والضوء، هذاك مطالبي. حتى تحسين المسكن ما يسالش، خلينا مرة أخرى تحسين المسكن، أعطونا تو الماء والضوء. وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، وخلال زيارة ميدانية لهذه الأحياء والاستماع لمشاغل المواطنين، أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكاليات التهيئة العمرانية في منطقة سيدي حسين. لازم نلقاو حلول جذرية، ما نقعدوش في الحلول الترقيعية، ونرجعوا الحلول الترقيعية هذه كلفة كبيرة على الدولة وكلفة كبيرة على المواطنين اللي يقعدوا معنا يتواصلوا في التذمر نتاعهم، وهذا مش معقول. فهناك أيضا جلسة الأسبوع القادم مع وزير الفلاحة وزير التجهيز باش نلقاو نبداو نخمو في حلول جذرية لهذه المنطقة اللي هي معناها في مشارف العاصمة. البني الفوضوي هو راجع الاثنين، لأنه شرطة البلدية مع الأسف هي تسمى شرطة بلدية ولكن تم إلحاقها بالأمن. احنا نراسلوا في المواضيع هذه، مثلا التعديات على الملك العمومي أو في الأودية أو المشاكل هذه، نراسلوا الشرطة البلدية، ولكن منطقة شاسعة فيها 8000 هكتار، وعدد الشرطة البلدية الموجودة في سيدي حسين 3 أنفار، ما يفيش بالغرض، وهذا إشكال كبير. كما طالب يوسف الشاهد المسؤولين المحليين خلال هذه الزيارة بمد الوزارة بتفاصيل حول مطالب المواطنين ومشاريع التغطية بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك من أجل العمل على التدخل وتوفير الاعتمادات الضرورية. نلقى وضعيات متاع أحياء مهيئة والحي اللي بجنبه غير مهيئة، فاحنا طلبنا من السلطات المحلية كسلطة إشراف، قلنا لهم احنا مدونا بالمطالب هذه متاع المواطنين، لأنه السلطات المحلية هما اللي يمارسوا في الأمور مع المواطنين مباشرة، مدونا بالمشاريع، مدونا بالكلفة، الدولة قادرة ونجم نوفروا الاعتمادات للتدخل في هذه المناطق الصعبة، وهذا دورنا وماهيش مزية على المواطنين هذوما. أحياء جديدة انتشرت خاصة بعد الثورة في شكل بناء فوضوي، أكدت السلطات المحلية أنها أصبحت عاجزة عن السيطرة على توسعها، وبات من الضروري توفير المستلزمات الضرورية للسكان. أفادت وزارة